السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم ورد وزعفران مع فاطمة. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد المعسلة اللي ساهلة ماهلة بزاف بزاف بزاف. يعني هذه مقارنة مع الشباكية ولا البريوات فهي كتحضر فرمشة عين، المكونات ديالها بسيطة وكتخرج كمية كتيرة بزاف. فبقوا معايا وتبعوا الفيديو للاخر، غنوريكم كذلك كيفاش تحتفظوا بها مده طويله وكتبقى ما كتغيرش نهائيا لا في الشكل ولا في المذاق ديالها. عشيشات الكنافه بالمكسرات، وندوزوا ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. اول عنصر اساسي في هذا يعني هذه الوصفه هي الكنافه او لا عجينه الكنافه ولا خيوط الكنافه. المهم هي راها غير شويه كيخرج كميه كثيره بزاف، مثلا تقدروا تاخذوا غير 250 غرام يعني رابعه وتخرج لكم كميه كثيره. كناخذوها ما كنقطعوها لا بمقص ولا بموس ولا حتى شي حاجه، غير كنشدو كنبقاو كنحلو بهالطريقه هذه الخيوط وحنا كندهنوا بالزبده. فبالنسبه لكميه الزبده ماشي كنغرقوها الزبده، وانما غير حنا كنرشوا، وطريقه الخدمه ديالها هي اللي كتخليها كتلبس. يعني كنبقاو كنحلوا نحلوا نحلوا مزيان وحنا كندهنوا بشويه ديال الزبده. من بعد كناخذوا هنايا انا عندي رجل ديال المهراز صغيره، كناخذ شويه ديال خيوط الكنافه وكندور عليها باش نصيب بحال العشيش صغيور. يمكن لكم ديروا اي حاجه، دوروها على اي حاجه، يمكن لكم دوروها غير على الصبع ديالكم مثلا. المهم هو انها خاص تحصلوا على واحد الشكيل فحال هكا بحال العشيش. غادي ناخذ من بعد اللاطه ديال الكاب كيك. هنايا راه هاد المول هذا فيه دوك الحفيرات صغيورين بزاف، نقدر نقول لكم يعني صغار بزاف من القاع ديال الكاس العنبه الصغير، غير صغيورين. وهي كل ما كانت صغيوره كتكون يعني زوينه، ما يمكنش نديروها في قالب كبير وتجي كبيره بزاف. غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه، غير شويه ديال الخيوط الكنافه كندورهم وكنحطهم، وديك يعني داك التقيبه اللي كتكون الوسط اولا داك الفراغ كنحاول انني بحال نغطيه شويه بدوك الخيوط ديال الكنافه. وغادي نبقى مستمره فحال هكا حتى غادي نكمل بهالطريقه هذه. ما تكثروش عاوتاني لاباط بزاف ولا الكنافه بزاف باش ما تجيكمش تبقاش لكم خضره من الداخل. المهم تاكدوا ان الحفيرات محلولين، يعني فين غادي نديروا الحشوه يكون محلولين وصافي. من بعد غادي ندخلها للفران اللي سخون على 180 درجه، يمكن لكم تشعلوه من الفوق ومن التحت وكتخليوها تحمر، ما كتاخذش نهائيا وقت كثير بزاف. هنا غادي نوجدوا صلصه الكراميل، هي اللي غادي نجمعوا بها المكسرات. غادي ناخذ سكر سنيده ونديروا في واحد المقله، وعلى عافيه اللي تكون مهيله غادي نحط داك السكر وغادي نخليه حتى هنا. الكاس اللي عبرت به السكر هو هذا، خديت انايا درت كاس ونص ديال السكر سنيده، كنخليو حتى كتبين لينا واحد البلاصه بدات كتذوب واللون ديالها تبدل. من بعد غادي ناخذوا اما معلقه ديال الخشب اولا اي حاجه، وغادي بحال غادي نساعدوا داك السكر انه يعني يذوب كله. فالا بقينا خليناه ما قصناهش كاع يقدر الكراميل يتحرق لكم اولا يجي فيه مثلا واحد اللون غامق بزاف وفيه البنه ديال المروره. يعني نشوفوا ان واحد البلاصه بدات كتذوب كنبداو كنساعدوها غير بشويه بشويه، ماشي نشدو السكر كله ونخلطوه في دقه واحده، لا غير كنبقاو بحال كنحطو عليها نزيدو بشويه. المهم راكم فهمتوني، الفيديو راه واضح. من بعد ما كنتاكد ان السكر كامل داب غادي نزيد طريف ديال الزبده، جهد معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نبقى كنحركها حتى كتذوب الزبده كامله في هاد الكراميل هذا. من بعد هنا عندي كريمه الخفق اولا لا كريم فريش، لا كريم فريش اللي كنطلعوها ديال الحلويات. غادي ناخذ 150 مليلتر، يعني جهد الكاس اللي عبرت به السكر جهد كاس عامر ديال كريمه الخفق. وغادي نضيفها لهذا السكر اللي ذوبنا،
ملي غادي نبداو نضيفو تلاحظوا انه بدا كيتكور، بداو كتضيفوا بشويه بشويه، ولكن الاهم حاجه هي انكم ما توقفوش على التحرك في هذه المرحله هذه، كنبقاو كنحركوا بسرعه بسرعه. مهم غير ردوا البال باش ما يطارش عليكم السكر وحرقكم، لان درجه الحراره ديال السكر كتكون عاليه بزاف. كنبقى كنحرك باستمرار ودائما من الاول حتى الاخر، العافيه تكون مهيله حتى كيعاود عاوتاني داك الكراميل كيعاود يتحل وصافي، ما كنخليوش يبقى يطيب بزاف باش ما يقصحش لينا، غير كيتحل داك الكراميل نحسبو تقريبا واحد 30 حتى 40 ثانيه وصافي، وكنطفيو عليه لانه هو ملي كيبدا كيبرد كيبدا كيتقال، وهذا هو اللون ديالو. شوفوا اللون كيفاش كيجي، يعني لون ذهبي. فداكشي علاش قلت لكم ملي بدا يبان لكم السكر غير شويه بدا كيذوب، بداو كتعاونوه باش تذوبوه كله ما يبقاش مده طويله. هنا بعد ما خرجت الكنافه من الفران مباشره وهي باقا سخونه، كنجيبو العسل وكنسقيوها بشويه ديال العسل، حيت هي سخونه داك العسل غادي يذوب وغادي تشرب لينا العسل مزيان. جهد تقريبا غير شويه ديال العسل، راه غير بحال هكاك ربع معالقه في كل عشيه بحال هكا كيف كتشوفوا معايا، انا غير كندوز القرعه بحال هكا. وهنا بالنسبه للمكسرات او للحشوه، اي حاجه عندكم في الدار، اي مكسرات عندكم اللي عندكم، هنا عندي البيكان وعندي شويه ديال البيستاش شويه ديال اللوز. الجميل في هذه الوصفه انها ما كتحتاجش بزاف، تقدر مثلا غير ما كاملاش 100 غرام من كل حاجه دير لكم يعني لاطه كبيره ديال هاد الحشيشات هذه. شوفوا انايا شحال عندي ديال البيستاش وديال البيكان، راه غير شويه شويه ماشي بزاف. ف يمكن لكم ديروا القرقاع، يمكن لكم ديروا لاكاجو، يمكن لكم ديروا اي مكسرات عندكم، غير هي اهم حاجه بالنسبه لهاد المكسرات اما نحمرهم شويه في الفران اولا في المقله الثقيله باش تحيد منهم ديك الرطوبه ويجيونا مقرمشين ضروري. بحال مثلا البيكان والبيستاش يكونوا شويه محمرين. اللوز انا راه عندي هنا اللوز شويه ديال اللوز مقلي، الا ما كنتوش غتقليو اللوز حتى هو حمروه، بغيتو تخليه مثلا بالقشره ديالو حمروه في الفران اولا في المقله الثقيله اللي بغيتو، المهم يكونوا باش ما يغملوش ليكم اولا باش تحيد منهم ديك الرطوبه. ومن بعد كنبدا كنخلط بديك صوص كراميل اللي صيبت، كنبقاو كنزيدو بشويه بشويه وحنا كنخلطو حتى كنحسو بان دوك المكسرات ديالنا بحال بداو كيتعلكو بهاد. نتوما راه كتبداو تزيدو غير بشويه بشويه، جوج معالقات ثلاثه اربعه على حسب الكميه ديال المكسرات اللي عندكم وصافي. وكناخذ معلقه صغيره وكنبدا كنعمر دوك العشيشات، نعمروهم وهما يكونوا مازال في اللاطه باش نتحكموا فيهم وما نهرسوهاش. كنبقاو بحال هكا بشويه بشويه كنعمرو، وهي محد داك الكراميل غادي يبرد ومحدو غادي نحسو بديك المكسرات بدات كتجمع مع بعضياتها ولا بدات كتعلك صافي. وكنديرو واحد ناخذ واحد السكين يكون رقيق وكنغرسوه من التحت وكنطلعوها بهذا الشكل اللي شفتو، كنجبدوها بحال هكا من التحت. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها ساهله ماهله، غادي تشدو كل عشيش وغادي تشدو طريف ديال الفيلم اليمونتير اولا السلوفان وتلويوها فيه وديروها في واحد البلاطو وتدخلوها للمجمد حتى كتجمد. من بعد ما كيجمد كل عشيش بوحدو كديروها في بواطه وتخليوها في المجمد، ملي كتجبدوها راه بحال يلاه عاد صيبتوها، كتبقى القرمشه هي هذيك وديك التعليكه ديال يعني المكسرات اولا لي نوا حتى هما كيبقاو تماما بحال عاد صيبتوها. الجميل في هذه الوصفه كذلك انها يعني كتصيب بسرعه، كيف قلت ساهله ماهله، تقدروا تقاد لكم وتعاودوا تصيبوها كاع ما تحسوا ما فيهاش نهائيا تماره، وكتجمع ما بين واحد القرمشه ديال دوك الخيوط الكنافه وما بين التعليكه ديال لي نوا. نتمنى انكم تجربوها ونتمنى كذلك تبارطاجيو الفيديو وديروا لايك وتعليق. كنقول لكم بسلامه عليكم في وصفه قادمه ان شاء الله، الى اللقاء.